الدوري الانجليزي لكرة القدم. الكرادي فن ولعب كبير، السنة اللي قال دي مدرسة، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج بقى على الاستاذ. تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي يلا اهلا بكم من جديد، وحلقه جديده من ستارز اوف فانتسي. والنهارده حلقه خاصه جدا كلها معلومات وبيانات. معايا الثعلب النهارده، واحد طبعا من نجوم التحليل في الوطن العربي وفي مصر، وان شاء الله باذن الله ينزل بسي دي جديد ويغني حاجه جديده كده يفرحنا. كابتن حازم مساء الخير. ازيك يا سيف، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله 100 100. مبروك ليفربول. ده اللون ده ايه؟ انت داهم ولا ده في شمس؟ تعبان فيه. تعبان فيه اللون ده قوي. ده ايه ولا بقى حرق؟ بقى حرق خلاص. يعني ده قصدي شمس ولا دهان؟ شمس بس لذيذ جدا. لا لا، الحاجات البرتقاني دي الصيف بقى وبلو. الصيف اللي بيجرب فيه لسه قدامنا كتير. طيب نروح النهارده بقى، يعني ايه معلومات سريعه كده. ليفربول بعد 30 سنه بيفوز بالدوري الممتاز، والناس بقى لا كمامه ولا بتاع ولا كورونا، وكله بينزل يحتفل في الشارع. كان زحمه جدا احتفالهم فعلا. 30 سنه كتير قوي يا سيف. 30 سنه ليفربول ما خدش الدوري. اول سنه ليفربول ياخده بمسمى البريمير ليج، يعني اول سنه زيه زي بلاك بيرن. زي بلاك بيرن، زيه زي ليستر سيتي. اكتر حد خد شكل البريمير ليج هو مانشستر يونايتد 13 مره، وبعديه تشيلسي 5، وبعديه مانشستر سيتي 4، وبعدين ارسنال 3، وبلاك بيرن وليستر وليفربول العريق يعني مره. يمكن ليفربول خدها حوالي 28 مره قبل كده، لكن كله بالمسمى القديم. المسمى الجديد بطولة واحدة فقط. عايز اقول لك ان كلوب عمل شغل كبير جدا يا سيف. عمل مشروع. ايوه. في ناس كتير عندها مشاريع، بس المهم الناس تصبر عليها. تصبر. الراجل ده جه 2015 كان ليفربول في المركز العاشر، يعني قبل ما يجي كلوب كان ليفربول مخلص الدوري المركز العاشر. عمل فرقة، جاب روبرتسون باك ليفت العظيم دلوقتي المكسر ده، احسن باك ليفت، من احسن باكات ليفت في العالم. جابوا هيمان ب 7 ولا 8 مليون باوند، وكانت فرقته بيلعب في هال سيتي، وكانت نزل درجه تانية. جابوا. هو الزمن ده في الكوره حد يقدر يعمل مشروع؟ اهو قدامنا، في اداره تصبر قدامنا اهو. واحد اهو جاي من ليفربول، كل سنه كان روجرز كان عامل معاه شغل، بينيتس خد معاه تشامبيونز ليج، لكن ما بياخدوش دوري، مش عارفين يوصلوا. يمكن السنه طبعا بتاعت الزحلقه بتاعت جيرارد ماتش تشيلسي دي كانت اقرب سنه، لكن ما خدوش دوري. السنه دي انت مخلص دوري وارقام قياسيه في الدوري بتاع السنه دي ليفربول، لسه الارقام هيكسرها كمان. يعني قبل فرق 20 او 19 نقطه عن الثاني. لا، وممكن يكسر الرقم القياسي 100 نقطه اساسا. ممكن. لا، وممكن يكسر رقم قياسي في اكتر فرقه خدت عدد نقط في ملعبها، يكسر الاكتر عدد نقط بره ملعبه، يكسر نقط اكتر فرقه جابت. يعني عنده حاجات كتيره جدا، اكتر فرقه عملت فرق بين الاول والثاني، عنده حاجات كتيره جدا. لكن زي ما بقول لك يا سيف، خلينا نشوف من الاول. دايما خلينا نشوف انك انت بعينيك اولا بتجيب واحد زي روبرتسون ده سيف، فرقته نزل درجه ثانيه، وبتجيب فينالدو في نفس السنه فرقته نزل درجه ثانيه نيوكاسل، وبعدين راح تدور على صلاح اللي ما نجحش في تشيلسي، وراح تجيبه ب 42 اقوى صفقه في ليفربول الفتره اللي فاتت. خلي بالك برضو دي، انت وانت بتجيبه كان صلاح كويس في روما، بس انت كان الناس يقول لك طب ما هو يا عم جه تشيلسي وما نجحش، ده لعب اربع خمس ماتشات في السنه، وبعدين رحت جبت فان دايك بحاجه و70 مليون، الناس كلها قالت لك صفقه كبيره جدا ما ينفعش، ومين السيرد باك اللي فان دايك وساوثهامبتون ايه وبتاع. جاب ماني قبليه بسنه. فبص الفرقه اتكونت ازاي، حاجه يعني فرقه ليفربول يا سيف ثمنها تقريبا في السوق 120 مليون، او بالاتمان بتاعتهم يعني اللي اشتروا بيها، بس مش تقييمها دلوقتي. لا مش دلوقتي، دفعوا 120 مليون عشان يعملوا الفرقه دي. مانشستر سيتي دافعين 600 مليون. ارقام خزعبليه. فالفلوس مش كلها، الفلوس طبعا كويسه، بس المهم تعرف تجيب مين. مش لازم اقعد اجيب بس النجوم، ممكن اجيب لعيبه وتبقى نجوم عندي، وده ليفربول مع كلوب عمله بصراحه. شويه اسئله كده بقى انا بفكر فيها. كلوب بيقدر يلعب بالجيل ده قد ايه؟ المجموعه اللي موجوده قد ايه؟ يعني في بعض الناس يقول لك هو النهارده عنده طموحات ياخد كل البطولات اللي هو داخلها، فلازم يدعم ويعمل صف ثاني قوي. فهل هو النهارده بيفكر يعني السنه اللي فاتت خد تشامبيونز ليج، السنه دي بياخد البريمير ليج وبيلعب على تشامبيونز ليج. انا بتهيألي لو يعني دلوقتي بقى ليفربول نادي جاذب. كان الاول يجي توريس يقول لك انا همشي عشان عايز اخد بطولات، راح تشيلسي.
سواريز يمشي يقول لك عايز اخد بطولات تشامبيونز ليج على برشلونه بقى من التوب 3 يعني مش محتاج انك تروح برشلونه. لكن دلوقتي ليفربول خلاص بيعرف يكسب تشامبيونز ليج بيكسب البريمير ليج فبقى عنصر جذب لعيبه كتير تيجي. ان صلاح مش محتاج يعني انا عن وجهه نظري طبعا بص انا بتفق معاك مليون في كل المية. واحد ما اعرفش صلاح بيفكر ازاي بس هو صلاح مش هيلاقي انت لما بتقعد في نادي وتعمل فيه تاريخ بالشكل ده يبقى انت من الاسباب الرئيسيه انك تاخد معاه تشامبيونز ليج من الاسباب الرئيسيه انك تكسب بريمير ليج. حب الناس ليه ده مش هيقارن باي نادي هيروح له الله اعلم هيعمل فيه ممكن يكسر الدنيا برضه لكن ممكن ما يكسرش زي ليفربول بس هيفضل في ليفربول ايكون يعني يعني هقول لك حاجه مثلا جيرارد ايكون في ليفربول ما مشيش من ليفربول خالص طول عمره في ليفربول بس ايكون مع انه ما خدش حاجه في تشامبيونز ليج بس يفضل واحد من اهم كاريجر نفس الكلام حتى اوين يمكن راح مانشستر يونايتد بس اوين قعد فتره كبيره لغايه لما راح ريال مدريد هو الايكون بتاع ليفربول ايان رش بقى ترجع لدلجش كل دول ناس انا بتلاقي صلاح خلاص في المنطقه او الجيل ده كله بس طبعا صلاح عشان هداف صلاح عشان بيخلص الهجمه هو اللي بيعمل اللقطه الاخيره فطبعا دي بيبقى ليها مختلف عن فان دايك عن لعيبه كتير يعني لان صلاح هو هداف الدوري اخر سنتين بالنسبه لليفربول وهو السنه دي بيشتغل على انه لسه الهداف يعني لغايه دلوقتي هو 17 هدف وخلاص ناقص بينه وبين يمكن فاردي يمكن هدفين ممكن يبقى يعديه يعني لا خلي بالك ان ارقام كتيره جدا ممكن يكسروها يعني 100 نقطه افضل حد اخذ الدوري السيتي لما اخذ الدوري ب 100 نقطه هو دلوقتي 86 يعني يقدر ان هو يكمل عنده ماتشات. افضل نقاط انك تكسب خارج ملعبك 50 نقطه هو 38 نقطه يعني يقدر يكمل عنده تحديات كبيره جدا السؤال حازم هيفكر ازاي في اللي جاي يعني هل هيدي فرصه للعيبه جديده ولا يلعب بنفس الفرقه يعني حسب لو تشامبيونز ليج اتلعبت قريب اكيد لازم هيريح لعيبته ان خصوصا الشامبيونز ليج لو اتلعب بالشكل اللي احنا سمعنا عنه ده ان هيتجمع كله ويتضغط كله في اسبوع في شهر واحد فبالتالي لازم هيبقى هيريح لعيبته ومش هيلعب التشامبيونز مش هيلعب الدوري لو الدوري شغال لسه ما اعرفش مواعيد تشامبيونز ليج بيقال انها في 8 في اول 8 لو خلص الدوري قبليها مش هو عنده حاجه فهيلعب اللعيبه كلها في التشامبيونز ليج لو عنده ممكن تشامبيونز ليج تعمل في اخر سبعه وهو لسه عنده ماتشات في الدوري اعتقد انه هيوفر لعيبته للتشامبيونز ليج لكن ممكن يدي فرص للعيبه ثانيه ممكن لكن انا متهيألي يعني الماتشات الجايه دي كلها هيلعب فول تيم لان ما عندوش حاجه غير الدوري طلع من الكاس خلاص ما عندوش كاس ثاني خسر لما راح بطوله العالم للانديه ضحى بفرقته في الكاس ولعب ساكن بس طلع من الكاس الكاس دلوقتي وصل يعني تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وارسنال هم اللي وصلوا الكاس مش بطوله مهمه قوي للفرق لا لا برضه مهمه يعني بدل ما تطلع فاضي خالص يعني في يعني مانشستر سيتي بيلعب على الكاس لو تشيلسي خد الكاس كويس فانا اعتقد هيلعب بالفول تيم لغايه لما يشوف الشامبيونز ليج هيتلعب امتى لو ما عندوش الشامبيونز ليج في الوقت ده اكيد هيلعب فول تيم ويخلي صلاح يحقق الهداف يخلي فرقته تاخد الارقام القياسيه يعني دي في التاريخ لغايه دلوقتي مان سيتي هو اكتر فرقه جايبه نقط 100 نقطه وبالتالي لو ليفربول كسر الرقم ده صعب يتكرر تاني على فكره الموسم ده والسيزون ده استثنائي ليفربول ماتشات كلها بيكسبها ما فيش حد واقف قدامه يعني نطلع فاصل ونرجع نشوف هيحتفلوا ازاي وهل ممكن فريق يحتفل بليفربول وهو موجود في الدوري الممتاز ده اللي برضه هنتعلمه من الدوري الانجليزي بعد الفاصل. حاسب يا عم انت مش شايف البتاع ايه ده؟ كابتن حازم اهلا يا جماعه بسرعه الكابتن هيمدي لي على الجبس سلامتك اطردسك دول جيران حضرتك بعد ما شافوا الفاتوره تقولش انا اللي بشغل لهم تكييفاتهم هتقول لهم يا كابتن يجيبوا ال جي زيك وانت جاي لي هنا عشان كده انا جاي اشتري ال جي بالدول انفرتور يعني ايه يا كابتن الدول انفرتور ده اقول لك ايه الاسرع تشتغل بايد واحده ولا بايديك الاثنين الاثنين طبعا هو ده الدول انفرتر كومبريسور يشتغل اسرع ويبرد اسرع فيوفر في فاتوره الكهرباء وبينقي الهواء بالبلازما ايونايزر تكييفات ال جي بايدين اتنين واي تكييف تاني بايد واحده بالظبط سوفونير بقى يا كابتن على الجبس القلم يا مستعجل يا مغاوي خليها في ايدك التانيه بقى يا كابتن القلم يا جماعه ما قلنا هاتوا قلم تكييفات ال جي بالدول انفرتر تكنولوجيا توفر It's time to ده الوقت اللي لازم تظهر فيه نقط قوتك It's time to give back some love ده وقت الأكل الصحي
ده وقت اللعب. ده وقت الرياضة. It's time to stay fit. It's time. It's time. It's time to bring your inner child. It's time to stretch your limits. Run and clear your mind. ده الوقت عشان تفصل. It's time to create. To change. To connect. جي الوقت انك تطلع طاقتك. ان احنا نفكر برا الصندوق. جي الوقت اننا نتصرف. ده وقت بروح. اللي نخلي فيه بالنا على نفسنا. It's time. رجعنا لكم تاني ونكمل حديثنا مع الثعلب عن الدوري الانجليزي. حازم برضو مانشستر سيتي بيستعد ان هو يحتفل بليفربول, وجوارديولا قال ان هو هيعمل ممر شرفي وحاجات بقى اللي احنا يعني دي بقى دي من الحاجات السيتي عايزينها بقى دي. ايوه دي من الحاجات اللي انا بشوف لازم نحط عندها 50 خط. جوارديولا بيسالوه هتعمل ممر شرفي, قال لهم طبعا طبعا يعني مسلم بيه. خلينا افكر معاك بقى لو مثلا الزمالك خد الدوري واتقال ده للمدرب الاهلي, او العكس الاهلي خد الدوري واتقال ده للمدرب الزمالك وقال لهم طبعا هعمل ممر شرفي, انت رايك ايه؟ جمهور الفرقتين بعض الجمهور مش كلهم هيعملوا في المدرب ده ايه؟ هيعملوا فيه ايه؟ هيتشتم وهيتهان. انت ازاي تعمل كده؟ انت ازاي تقول الفرقه الثانيه تبقى تعملها ممر شرفي؟ احنا ما بنعملش ممر شرفي ليه؟ هو جوارديولا عشان لعيب كوره, وجوارديولا خلي بالك المشجعين ليهم فكرهم, يعني مش بلوم على المشجع لان المشجع عايزك انت احسن حاجه, لكن المسؤول هو اللي لازم بيوجه الناس ويقول ايه الصح ويقول غلط, ايه اللي يستحق وايه اللي ما يستحقش. ليفربول يصير يستحق عن جدار وسط, مفيش حاجه يعني مفيش منافسه, فرق 20 و23 نقطه لغايه 20 نقطه يمكن لغايه دلوقتي. فالراجل قال لك هو بيتكلم ككوره, الناس دي تعبت فمن حقهم زي ما كان السنه اللي فاتت برضو كلوب خلى فرقه ليفربول تتفرج على تكريم واستلام مانشستر سيتي عشان يبقى بالنسبه لهم يفتكروا اليوم ده. جوارديولا قال لهم لا طبعا ده حقهم لان هو شايف الكوره اللي عاملينها وشايف ان هم تعبوا وشايف ان هم يستاهلوا ويستحقوا, فبالتالي الكوره ما فيهاش ان انت منافس. ممكن يبقى مشجع في مانشستر سيتي مش عاجبه وده حقه برضه, بس انا بتكلم على الناس اللي هي بتوجه الناس, مش توجههم للتعصب وتوجههم لان انت اشتم زياده انا مش هعمل كده لان ده ما ينفعش. لا انت توجههم, انت المفروض بتاع كوره وفاهم ان الكوره دي للامتاع وان اللي يستحق لازم يكرم. يعني اتمنى ان الناس في مصر عندنا يبقى عندها نفس الفكر, الناس اللي تكسب وتعبت وكسبت بحق واستحقاق بجد الناس تعمل لها وتتكلم عليها كويس. احنا للاسف بقينا عشان ابين ان انا زملكاوي قوي او اهلاوي قوي لازم اشتم في المنافس عشان ابان قوي ان انا جامد جدا وانا بحب النادي بتاعي. ما اعرفش ايه الفكره الغريبه اللي بقى لها سنتين شغاله في السوشيال ميديا دي, كل ما اشتم اكتر المنافس بتاعي كل ما انا ابان ان انا ابن النادي. يعني الناس هناك بره شايفه ان الكوره اسهل من كده والكوره احسن من كده واحلى من كده. يعني شايف ازاي كوليبالي؟ يعني كوليبالي ابتدى انديه كتير في الدوري الانجليزي تتكلم عليه. كوليبالي لعيب نابولي جابه من فرنسا وكان اول سنه مش باين قوي وبعدين ابتدى يعلى مستواه بشكل كبير جدا. لعيب قوي سريع بيعرف يبتدي الهجمه كويس جدا, بيلعب الاربعه بشكل كويس قوي. انا اعتقد لو ليفربول جاب كوليبالي هيبقى الحته اللي هو انت خلي بالك مفيش غير فان دايك وروبرتسون ساعات بيعمل لكن الباقيين يعني ماتيب شويه لوفرين شويه لكن مش بالقوه. لو كوليبالي جه مع فان دايك هتبقى الحته دي مقفوله بشكل كويس جدا جدا جدا. لعيب كويس جدا العالم كله بيشتغل, لكن دي لورنتس رئيس نادي نابولي عارف قيمه كوليبالي وقال لك اي حد هيجي لي بعد اقل من 100-120 ما يتكلمش معايا. يعني فهو حط رقم لازم يبقى عندك ميزانيه انك تعرف تجيبه. حد هيديله؟ هيديله الرقم ده؟ ليفربول كان داخل في فيرنر راس حربه المانيا وما كملش الاخر وراح تشيلسي خلاص لان قال لك انا مش معايا الفلوس ان اقدر اكملها دلوقتي, ازمه الكورونا مأثره بشكل كبير جدا. لكن زي ما بقول لك ديلوريتس فاصل كورونا عن اي حاجه وقال لك الراجل ده مش هيبيع اقل من 100 مليون. ما اعتقدش السنه دي, الله اعلم مين معاه فلوس لان كورونا اثرت على الناس كلها واكيد هتاثر على بادجت اللي تشتري وتبيع فيه في كل العالم. يعني استون فيلا هل هيكمل السنه الجايه ولا الامور صعبه؟ استون فيلا عنده ماتش زياده يعني يمكن عنده مشكله. استون فيلا زي ما قلنا يا سيف ان كل الفرق اللي تحت ما استفادتش بالاسابيع دي خالص. بورموث 27 نقطه, استون فيلا 27 نقطه, ويست هام 27 نقطه, لكن يمكن هم ويست هام وبورموث لاعبين ماتش اقل. نوريتش يعني 21 نقطه فبعيد شويه. كل شيء وارد كل شيء وارد لان واتفورد 28 فوقيهم 18 مركز 16.
كل شيء وارد، لكن بيضيعوا نقاط كتير جدا، ضيعوا في ملعبهم، ما بيعرفوش يجيبوا جوان كتير. يعني حتى الجون بتاع المحمد يمكن هو في اخر دقيقه تعادلوا فيه، لكن ما بيكسبوش. لازم تاخد 3 نقط، لو قعدت اعادل 4 ماتشات واكسب ماتش واحد احسن ما اقعد اتعادل 3 ماتشات يعني ما بكسبش حاجه. فهم للاسف مش عارفين يكسبوا. اتمنى يا رب ان هم يكملوا، يعني اتمنى طبعا عشان تريزيجيه ومحمدي ان هم يكملوا في الدوري، يعني بس الموضوع صعب. هل صلاح هيقدر ينافس السنه دي ويخش في التوب 3 مثلا في العالم؟ وهل ماني توب 3 ولا توب سكورر؟ توب 3. وهل ماني هيقدر يخش مع صلاح نفس الكومبيتيشن برضه في افريقيا؟ في افريقيا اكيد، يعني ماني واخد احسن لعيب السنه اللي فاتت. حدش هيخش ثالث معاهم؟ لا هيخش طبعا، في اوباميانج هيخش معاهم، في لعيبه كتير هتخش. كوليبالي السنه الجايه لسه هتبتدي، لسه فيها السنه الجايه لسه في 3 4 شهور عقبال ما تتلعب، ما تعرفش مين طالع ومين مش طالع يعني. لكن على على السطح دلوقتي هم اوباميانج، صلاح طبعا، ماني، محرز، هم دي الاسامي البارزه بشكل كبير. في ايطاليا هتلاقي كوليبالي بشكل كبير واضح. المانيا ما فيش حد افريقي قوي بايز بشكل قوي يعني، انا مش عايز برضه تاخدني الذاكره لان انا مش متابع قوي الدوري الالماني. فاعتقد هو محرز، صلاح، ماني، كوليبالي، اوباميانج، هم دول الخمسه اللي مسيطرين على الساحه دلوقتي. يعني شايف ان هو هيبقى عنده فرصه مع ميسي وكريستيانو السنه دي؟ ميسي طبعا لو ما خدش الدوري وما خدش الشامبيونز ليج هتفرق معاه جدا، مش في احسن حالاته. يوفنتوس في الدوري يمكن خسر الكاس من نابولي، في الدوري ماشي كويس، كريستيانو بيجيب جون وبيعمل جوان الماتش اللي فات، كسبوا ليتشي 4، لكن علاقته بساري مش جيده، او ساري او يعني كل فريق يوفنتوس مع ساري مش ماشيه بشكل كويس. لكن صلاح انا شايف هو منور، واخد البريمير ليج ماشي بشكل كويس. لكن انت عارف الحاجات دي يعني ميسي وكريستيانو ليهم ليها متغيرات بس دول في الثبات. هل لديك اي اقوال اخرى؟ اشكرك يا سيف، شكرا جزيلا، نورتنا. اشكرك يا زوما حبيبي. خلصنا حلقتنا النهارده من ستارز اوف فانتسي، وزي ما عودناكم النهارده كانت بس طمنا على العالمي برضه عشان الناس فين العالمي الثالث معانا. العالمي النهارده بعافيه شويه. نطمن الناس عليه، بقى تعبان شويه فبلاش يجي. بس انا شايف ان شعرك ابتدى يبيض. شعري؟ من هنا ابيض. ابتدى كله ابيض. لا والله؟ انت بطلت موضوع الصبغه ده خالص؟ الصفرة دي؟ طيب ان شاء الله كابتن حازم بيوعي الجمهور انه راجع للصبغه الصفراء تاني، يعني ساعات بتتكشف ما فيهاش حاجه يعني، من البعض برضه عادي صوره لسيف هو صبغه فعادي يعني هو صبغه شعر. اشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي على الف خير. كان عندي الصوره بتاعتك دي. الدوري الانجليزي لكره القدم والهدف الاول الكره دي فن ولعب كبير، السنه اللي قال دي مدرسه، فاوروبا الدوري تعيش معاه، اتفرج تحليل خطير مش اي كلام، مع ميدو سيف وحازم امام، يعني الموضوع ما فيهوش هزار. ستارز اوف فانتسي.